السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، فيما كنتم مرحبا بكم في شرح مصور جديد. اليوم إن شاء الله تعالى بعد ما هضرنا على لائحة الطلبة المقبولين بصفة نهائية في الماستر ديال كلية الشريعة والقانون اللي كاينة في أيت ملول، وبطبيعة الحال واحد الكلية اللي تابعة لجامعة بنوزور بأكادير، غادي نواصلوا السلسلة ديال الشروحات ديالنا وغادي نمشيو من اي تملول ديريكتومون باش نمشيو للمكناس ونهضروا كذلك على الطريقه ديال التسجيل في واحد الماست اللي تفتح حديثا، وبزاف ديال الناس اللي باقي تيسولني على شنو هما الماسترات اللي باقيين مفتوحين. دونك اصدقائي ما تمشوش بعيد، خليكم معنا باش تعرفوا على الجديد والمستجدات اللي كنحطوهم على القناه ديالنا، وان شاء الله تعالى تقبلوا في شي ماستر من الماسترات اللي كيتحطوا في مجموعه ديال الكليات وانتم ما في خباركم. باش تعرفوا كل هذه المعلومات ف ابونا في لاشين وفعلوا الزر ديال الجرس باش انكم توصلوا بجديد الفيديوهات والشروحات المصوره اللي كنحط بطبيعه الحال. اول حاجه غنديروها اصدقائي بلا ما نكثر عليكم في الهضره، وهي ان نمشيو ديريكتوم للموقع ديال كليه ولا المدرسه العليا للاساتذه اللي كاينه بمكناس. دونك كنشوفوا هنا مجموعه ديال الاعلانات اللي كيتحطوا، حنا اللي كيهمنا هو ان كنقلبوا على الاعلان المتعلق بفتح ترشيحات لولوج مسالك الماستر والماستر المتخصص. دونك حنا هذا هو اللي كيهمنا، الماستر المتخصص تربيه وهندسه التكوين. دونك نكليكيو عليه باش نعرفوا عليه معلومات هي الاولى، ونكليكيو كذلك على هذه باش حتى هي غادي ندخلوا ليها ونشرحوها بشويه بشويه. هذا الماستر ديال التربيه وهندسه التكوين فهو تقرر باش انه يتلقى مجموعه ديال الطلبه ديال الترشيح من 16 شتنبير، يعني تقريبا دازو دابا 16، دونك 16 بسبع ايام حتى 23 شتنبير، والبوابه الالكترونيه المؤسسه اللي هي خاصه بالتسجيلات وداكشي هي هذه. اشنو هما الشروط ديال الترشيح في هذا الماستر؟ باش انك تكون مترش، باش انك تقبل في هذا الماستر ولا باش انك تدفع على هذا الماستر، تكون بعدا حاصل على الاجازه في التربيه كل التخصصات، يعني المدرسه العليا للاساتذه فهي فتحات الباب لجميع الناس اللي عندهم اجازه في التربيه وقرا في المدرسه ديالهم. كذلك الاجازه المهنيه في التربيه، وهنا كنهضروا على الناس اللي عندهم ليسونس بروفيسيونيل في لا ديداكتيك دو فرونسي لونغ اترونجير، ولا شي حاجه عندها العلاقه بلا بيداغوجي، ولا شي حاجه عندها علاقه بليديكاسيون. دونك الناس ديال لينيس ديال ليزيف، والناس كذلك اللي دار ليسونس بروفيسيونيل في شي كليه فعندهم كذلك الحق انهم يدفعوا. الناس اللي عندهم اجازه في علم الاجتماع كذلك وعلم النفس، وما نساوش كذلك حتى الناس ديال الفلسفه راه ممكن انهم يدفعوا. انكم ضروري انكم تاكدوا الترشيح ديالكم عبر المنصه نفسها من 24 شتنبير حتى الفاتح اكتوبر، وهنا غادي نشرح لكم هاد لي زيتاب كاملين فيما بعد. غير توصل هذيك 24 غادي نشرح لكم الطريقه اللي خصكم ديروا باش انكم تقوموا بالتاكيد ديال التسجيل ديالكم. وغادي يدوز غتدوز واحد اختبار كتابي ان شاء الله تعالى، واختبار شفوي غادي يكون حضوري تباعا لتطول الحاله الوبائيه، وغادي يتم الاعلان على الترتيبات ديالها فيما بعد. دونك غادي نمشيو لهاد لو ليان اللي قلت لكم ديك الساعه باش نتسجلوا. دونك هنا تيقول لك نو زابريسيون فوتر في بريفي، دونك نو بلو افيشي سي فونيتر، دونك ممكن دير جاكسبت. غتجي ياك هما راه جددوا هاد المنصه وتيعطوك لا بوسيبيليتي باش انك تسجل، ياك عطينا الاجازه في التربيه تخصص التعليم الاولي، وكذلك الماستر ديال الهندسه التربيه وهندسه التكوين. دونك حنا اللي كيهمنا هو غادي نكليكيو على هاد ماستر سبيسياليزي سبيسياليتي تربيه وهندسه التكوين، تنكليكيو عليها. دونك انا غندير بحال هكا عزيز علي، ندير هكا باش ديما نرجعو لهاد البوابه باش نعرفو معلومات اضافيه. هنا رجعنا لنفس البوابه اللي تسجلنا فيها في الاول اللي عقلتو، حيت درت لكم واحد الشرح حول كيفيه التسجيل في الماسترات ديال المدرسه العليا للاساتذه ديال مكناس. اللي كيهمنا هو بعدا نشرح لكم هذا راه خصكم تامبريميو، ياك دابا من باش يعطيني هذا خصكم تامبريميو من بعد ما كنقوم بالعمليه ديال التسجيل.
باش ما تسولونيش على الالتزام، هذا خصو يتيجاليزا، كتدخلوا هنا النيميرو ديال لاكارت ناسيونال ديالكم، هنا الاسم العائلي ديالكم بالفرنسيه، وكديروا شيرشي باش تاخذوا داك الالتزام وتمشيو تيجاليزيوه. وغادي نحتاجوا نهار 24 ولا نهار 25 اللي ندير لكم لا فيديو باش نضمنوه مع دوك الوثائق ونحطوهم في المنصه. دونك حنا اصدقائي غادي نمشيو لهنا، غادي نديرو جو مو بري يانسكري ياك، وهنا تيطلبوا منا مجموعه ديال المعلومات اللي ضروري خصنا نعمروهم. هنا كيطلبوا منا رقم بطاقه التعريف الوطني ديالنا، هنا الاسم العائلي ديالنا بالعربيه، هنا كذلك الاسم العائلي ديالنا بالفرنسيه، وهنا العنوان الشخصي ديالنا، هنا كود مسار ديالنا، هنا كذلك الاسم الشخصي ديالنا محمد علي الزهراء وغيرها من الاسماء بالعربيه، هنا كذلك الاسم الشخصي ديالنا بالفرنسيه، وهنا الايميل ديالنا. ورجاء تاكدوا من الايميل ديالكم، حيت ضروري الايميل فهو تيكون حقيقي باش انهم يتواصلوا معكم. وكتعرفوا في هذه الفتره دابا ديال كورونا راه بزاف دابا ولاو كيصيفطوا ايميل في لابواط ديالكم. دونك هنا كدير لا دات دو نيسونس ديالك، وممكن تستعن بهادي باش دير بحال هكا. دونك هنا اليوم، هنا الشهر، وهنا السنه، هنا واش فيمينا ولا ماسكولا، ماسكولا هو ذكر ولا مذكر، فيمينا انثى. هنا اسكو فوزيت فونكسيونير، واش انت موظف، الا كنتي طالب فغدير نو، الا كنتي فونكسيونير ولا سالاري غدير وي. دونك هنا غتجي غدير ديبلوم، دونك غتختار هنا الديبلوم ديالك، هنا ماستر سبيسياليزي، ولكن راه ما غاديش يعطوك هاد لا فونيتر حتى ضروري اننا نعمرو هاد الشيء هو الاول. دونك هنا تيقولنا نعمرو بعد هاد الشيء كامل باش يعطيونا ندوزو للماستر، وكذلك نختارو لي فيليغ اللي كاينين، ونختارو كذلك ديبلوم اوبتوني نيفو ديتود. دونك نعمر هادو ونرجع لكم فيما بعد اصدقائي. دونك اصدقائي بعد ما عمرت هاد المعلومات فغادي نجي هنا دابا غادي نختار ماستر. دونك ما عطاونيش، غادي نعاود نكليكي ديرو بحال هكا. دونك هنا غنديرو ماستر، وهنا نديرو لا فيليا. دونك لا فيليا اللي عندنا هي وحده، هي التربيه وهندسه التكوين. هنا كذلك سيليكسيوني فوتر ديبلوم، واش عندك الاجازه في التربيه ولا الاجازه المهنيه في التربيه ولا الاجازه في علم النفس ولا الاجازه في علم الاجتماع. انا غندير مثلا الاجازه المهنيه في التربيه. من بعد ما كندير الاجازه في التربيه فكيطلبوا مني اني ندخل مجموعه ديال النقاط ديالي. هنا كيعطيونا ان ندخلوا هنا السنه ولا اني ديال الدبلوم. دونك هنا ضروري كنديروا لاني فين خدينا هاد الدبلوم ديالنا، واش 2017 ولا 2020 ولا 2021. هنا ديتابليسمون فين قرينا، كيعطوك هنا بزاف ديال لي زيتابليسمون. دونك مثلا حنا نديرو فاكولتي ديال ليتر دي سونز هومين اكادير مثلا. وهنا كذلك النقطه اللي جبتي في السمستر الاولى وغادي ياكل. ونفس الشيء هنا النقطه ديال الفصل الثاني، النقطه ديال الفصل الثالث، النقطه ديال الفصل الرابع، النقطه ديال الفصل الخامس، والنقطه ديال الفصل السادس. وهنا تيقول لك يجب التأكد من صحة النقاط التي يتم إدخالها، لا يسمح لكم بتعديل النقاط بعد تأكيد التسجيل. نهبطو شوية لتحت من بعد ما كنكمل هادشي بطبيعة الحال باش أننا نديرو فاليدي ونمشيو للخطوة الأخيرة والمتعلقة بالوصل وكذلك المعلومات ديالنا. اصدقائي في هذه الخطوه فضروري انكم، هذا هو الالتزام اللي قلت لكم ديك الساعه، عقلتوا دخلوا رقم بطاقه التعريف الوطني ديالكم، وكذلك ديروا غوشيرشي من بعد ما تدخلوا الاسم العائلي ديالكم، وكذلك انكم ضروري انكم خصكم تحتفظوا بهذا الالتزام وديروا التوقيع ديالكم وديروا التاريخ ديالكم، وكذلك خصكم تمشيو دياليزيو. دونك نتوما ديروا واحد النسخه، واحد النسخه مقاليزي، واحد النسخه ما مقاليزياش، باش ديك الساعه ملي تبغيو تدو ليهم، حيت هذا الشيء راه غتدو ليهم فيما بعد وغادي نحتاجوه كما سبق لي وقلت لكم، غادي نحتاجوه باش اننا نديرو التاكيد ديال التسجيل ديالنا ان شاء الله تعالى. هنا عندكم بزاف ديال لي بوسيبيليتي، هو انكم تامبريميو ولا ديرو ليه اونغيستري او فورما بي دي اي باش يبقى عندكم، وكتجيو كديرو اونغيستري. دونك هادشي اللي كاين اصدقائي في هاد لا فيديو. باقي عندكم شي حاجه بغيتو تعرفوها ولا شي حاجه اللي فاتكم
فحطينا فيديوهات جديدة بخصوص مجموعة ديال المواضيع اللي كتهمكم بطبيعة الحال، فرجاء أن تابوناو وفعلوا زر ديال الجرس وحاولوا أنكم تواصلوا معنا باش تعرفوا معلومات إضافية بخصوص مجموعة ديال المواضيع اللي كنحطهم لكم أصدقائي. نتلاقاو في فيديو آخر، تحياتي إليكم.